آخر التطورات المحلية والإقليمية كانت مدار بحث في معرى بين رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وعضو كتلة المستقبل النائب خضر حبيب، الذي أكد بعد اللقاء التمسك بقانون انتخابات ينص على انتخاب كل محافظة لنوابها، مستنكرا على صعيد آخر ما أسماه الانتهاك السوري للأراضي اللبنانية. وفي موضوع تمويل المحكمة أسف حبيب لمواقف العماد عون الأخيرة. اعتقد انه حزب الله بالنهايه يعني حيعطوه باس للرئيس ميقاتي لتعويمه في الشارع السني، وحيسمحوا له بتمويل المحكمه بطريقه او بما، وهن بيلاقوا الديباجي الخاصه بهالموضوع. العماد عون ما حدا في يرضي بالنهايه، كيف بدك ترضي؟ بالنهايه اليوم بنتفاجأ انه كان موافق في السابق على موضوع المحكمه، وكان وزراءه موجودين عندما تم الموافقه على تمويل المحكمه الدوليه، وهلا واقف بسحر ساحر بين ليل وضحاها، تغير وصار معارض للموضوع. اعتقد انه ممكن يكون في توجه من قبل حزب الله الى الميشيل عون الى العماد ميشيل عون بموضوع انه يكون معارض لتمويل المحكمه. إلى ذلك استقبل جعجع النائبين هاري حلو وأنطوان سعد، الذي لفت إلى وجود تهديد وترغيب يطال التعيينات الإدارية لبعض الموظفين، كاشفا عن كلام يدور حول قطع وعد لرئيسة محكمة التمييز العسكرية في حال إخلائها سبيل العميد فايز كرم بأن تتبوأ رئاسة مجلس القضاء الأعلى، داعيا مداعم التمييز ورئيس الخدمة المدنية إلى الخروج من هذه المهزلة والحفاظ على ما تبقى من الدولة. وفي معراب وفد من اللقاء الأرثوذكسي بحث مع جعجع في مشروع القانون الانتخابي الذي اقترحه، وقد أكد المتحدث باسم الوفد سليم حبيب أن الاقتراح المقدم نال 70% من التأييد، لافتا إلى أن من اعترض عليه من القيادات السياسية لم يتسنى له بعد الاطلاع عليه.